تقدر يا تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل لكم يا اولاد ريفيجن سريع ان شاء الله على هاو تو اكزامين ابدو. هنسيب الهيستوري والكلام النظري ونركز على الحاجات اللي هي العامه. نمره 2 هركز لكم برضو على الاخطاء اللي بتعملوها في الامتحان وعلى الفيدباك اللي بالدكاتره بتوع المستشفى بيقولوا لنا عليه. نمره 3 هقول لكم على الطريقه الحديثه للفحص. نمره 4 المدرسه بتاعتنا هي بيتس، نرجو ان انتم تذاكروا من بيتس. بيتس كتاب يا شباب والله روعه لا يعلى عليه في المرحله بتاعتنا. يمكن لما تكبروا تروحوا 4 و5 في ماكلويد في بعض الحاجات الادفانسد شويه، لما بيتس تاسيس ممتاز. يا ريت تقروه، حتى مناسبه تقروه دلوقتي في الايام وسهل، وهو نفس الكلام اللي لخصته لكم نفس الكلام بتاعه. طيب بالنسبه للاكزامينيشن بتاع الابتو، اي اكزامينيشن في الدنيا له جزئين، جزء جنرال وجزء لوكال. اللوكال يعني مثلا انا بفحص البطن يبقى هو ده اللوكال، افرض انا بفحص الصدر يبقى هو ده اللوكال، والباقي كله جنرال. افرض انا بفحص مثلا الاعصاب وهكذا، العين يبقى هذا العين اللوكال. واضح يا اولاد؟ يبقى النهارده اللوكال هو بتاعي الابدومين، فيما عدا ذلك هو الجنرال، يعني التشيست والفيس والرجل واليدين دي كلها ايه؟ جنرال. الجنرال ايه بقى؟ مش جنرال كامل، لا، الجنرال اللي يخص البطن، اللي له علاقه بالبطن. واضح الكلام يا شباب؟ اول خطوه بعملها النهارده وش يور هاندز، ضيفوها بس الحاجات اللي مش موجوده عندكم في التشيك ليست، معلش عشان منها موديفيكيشن شويه، ديت مش موجوده. وش يور هاندز. نمره 2 البوزيشن بتاعك. الخطا بعضكم يعمله ان هو يعمل ايه؟ انه يقف على شمال المريض. لو وقفت على شمال المريض الدكاتره ايام ما كنا بنتعلم يديك صفر وما يكملش معاه، ده معناها ان انت مش عارف الف ب في الطب. دي نمره 1. محدش يقول لي لا، انا مش وقتها، لها تفسير كبير جدا. واضح يا اولاد؟ تقف على يمين المريض، ما تقفش شمال الا اكسبشن واحد في كتاب بيتس اللي هو الليفت كيدني. لو عايز تشوف الليفت كيدني وصح برضه تفحصها وانت واقف على اليمين برضه، دي بدل واقف. دي نمره 1. نمره 2 تحضير نفسك وبعدين تحضير المريض. انا بحضر نفسي ازاي؟ انا غسلت ايديا وبعدين باجي للمريض انترجست ماي سيلف، بقول انا فلان الفلاني الدكتور كذا، وبعدين باخد الكونسنت بستاذنه بعد اذنك انا اعمل لك ابدومينال اكزامينيشن، وبعدين اكسبلانيشن اوف ذا بروشيتا. ايه اكسبلانيشن؟ بوضح له كل حاجه. بعضكم بيفهم من اكسبلانيشن انا اقول انا هفحص عليك اعمل ابدومينال اكزامينيشن، لا ده مش اكسبلانيشن، لا ده قبل ما بعمل مثلا الحاجه اللي هي فيها تاتش وحاجه زي كده اقول بص انا هعمل دلوقتي لايت بالبيشن، مش مؤلم ولا حاجه بس يمكن ده تبقى برده شويه، هدفها لك يعني تفهمه الموضوع. هعمل بركاشن هخبط بدايه كده ماشي اوكي، يبقى مستعد للمريض. واضح يا اولاد؟ بدل مثلا ما اجي اعمل بالبيشن اروح فجاه ادب ايدي في بطنه كده يعمل كونتراكشن، انت فشلت. أم عمل كونتراكشن الابدومينال مسل انت فشلت. تقول لي عنده ريجيديتي، يا اخي مش ريجيديتي، دي حاجه بولنتا. ريجيديتي المكسوره اللي هي بوردنج او جاكتنج، ان هو يكون العضلات جامده نتيجه الانفلاميشن جوه، ده الواحد عنده ابندسايتس لما انت عملت انت عشان انت التكنيك بتاعك غير سليم. واضح يا ولاد الكلام؟ طيب تحضير المريض نمره 1 بقول له فضل البلادر بتاعتك. ليه؟ عشان ما تلخبطنيش تقول لي اقول عليها ماس، تعمل لي ضل نصف الحته دي تقول عليها ايه، وخاصه اذا كانت في ميل. واخدين بالكم يا ولاد؟ يبقى لازم ان انا ايه؟ ايفاكويت ذا بلادر والريكتام بالمره، يبقى افضل عشان ما تعملكش كونفيوجن. نمره 2 ذا بيشنت شود بي اندريست. منين لمنين؟ الكلام الصح كل الابر هاف اوف ذا بودي والجينيتاليا كمان. بس انا لما يكون عندي جينيتاليا هو لو خلع البنطلون ده خالص انا بغطي الجينيتاليا بتاعته بس كده، لان ايه الجينيتاليا جزء، اكتبها معلومه كده يا اولاد، جزء مهم واصيل في الابدومين اكزامينشن. بدليل انه لو واحد عنده كانسر تيستس هتعمل متاستس فين؟ في البرا اورتيك لينفرو. يبقى بدليل ان الحته دي فيها هيرنيا، والهرنيا ببساطه خالص يعني خروج الامعاء كده من حته فتحه كده في الابدومين اللي هو الحته ضعيفه يا اولاد كده، لو لفت على بعضها وعملت استرانجوليشن عملت حاجه اسمها انتستاينال اوبستراكشن. يبقى المريض عملت لك شكوى ابدومين بيتقايه وعنده ابسوليت كونستيبيشن، والسبب ايه؟ الحته اللي انت ما شفتهاش دي. فانا عشان كده هقول لكم على 4 حاجات اوعى تنساها، ويا ريت انت انا عايزك في الامتحان تستعرض مهارتك على الدكتور، تثبت له ان انت متميز، مش اي كلام، مش ماشي بال لا. فقول له حتى وانت بتعمل اي امتحان قول له يا دكتور ابدومينال اكزامينيشن از نيفر كومبليت اكسبت. نمره 1 اشوف كل الليمف نود جوينا والبركاوي جلاند بالذات، لان لها علاقه بالكانسر ستوب اللي هي الليف سوبرا كلافيكر الليمف نود، فاكرينها يا اولاد؟ دي نمره 1. نمره 2 الجينيتاليا. نمره 3 الهيرنيا الاوربس كلها. نمره 4 بي ار. لو قلت له الكلمه ديت في نهايه الكلام وانت بتمشي قول له بس هقول لسعادتك حاجه، انا عايز اقول لك معلومه بس، الابدومينال اكزامينيشن اللي انا عملته ده مش كومبليت،
It is never complete except with ايه يا اولاد؟ اربع حاجات انا قلت لكم عليها، اكتبوهم كده، قول الجمله دي بس، تحس ان انت بيقول لك الولد ده فاهم كويس، عارف كويس جدا، خلاص يا اولاد؟ طيب، نيجي بالنسبه احنا قلنا الاكسبوجر وعرفنا الاكسبوجر ليه؟ فهمت انا ليه دلوقتي؟ يعني طبعا احنا عندنا عشان العادات بتاعتنا والتقاليد ومش عارف ايه وصعب انك تكشف المريض، فبن يعني بنمشي امورنا، بنكشف كده حته بحته بتاع، لا انا عايز اشوفها من هذه الغرفه الزينه وانا غطيها واشوف الناحيه الثانيه، لما يعني علميا انت تشوف كل حاجه بتاع دكتور مفيش في اي حاجه. طيب. بعد كده البوزيشن بتاع المريض، وضع المريض، خلي بالكم يا اولاد. انا عندي اربع اوضاع لفحص البطن وفهموها كويس. اول وضع اللي هو سيمي سيتي، نطلع فوق شويه عند الراجل. سيمي سيتي ده مش للبطن، ده عشان الجنرال اكزامينشن. ده عشان ايه؟ الجنرال. ايه الجنرال اكزامينشن؟ كل شيء ما عدا البطن. يعني من اول ايديه هاخدها، اعلمكم دلوقتي السكيما بتاعت الجنرال، امشي كده امشي البطن حدثين اوف، وبعدين اخد الرجلين كده عملت الجنرال اكزامينشن. ما اجي اعمل لوكال اكزامينشن لها وضع ثاني، لها وضع تاني هقول لكم عليه دلوقتي، اللي هو ايه؟ فلات صوبايل نايم في مخده تحت راسه وفي مخده تحت الركب. هذا الوضع الصح للايه؟ للابدومينال اكزامينشن. ده تاني وضع. الوضع الثالث سيتنج. هو سيتنج ليه يا عمي؟ سيتنج عشان اشوف ظهره. وبرده الابدومينال اكزامينشن از نيفر كومبليت لحد ما اشوف الباب. لازم يا اولاد في اصول العلم لازم اشوف الباب، لان هشوف الايه؟ الرينال انجل دي وابص عليها كده. وكمان هشوف بالمره السكره. هشوف الإديمة بتاعت السكر، لأن المريض لو عنده ليفر سيروزيس تعمل إديمة. إديمة فين؟ في الديبندنت بارتس. ديبندنت يعني الحاجات اللي تحت. اللي تحت في رجلين للي ماشي، طب واللي مش ماشي؟ تعمل فين يا أولاد؟ في السكر. عرفتوا بقى لازم أبص في الباك إزاي؟ هذا إيه؟ هذا كم وضع دلوقتي؟ ثلاثة. الوضع الرابع يقف. ويقف بعض المدارس الطبية يعني يقول لك ما يوقفش، ممكن تعمل التيست بتاع الهرنيا، التيست بتاع الهرنيا. بس يقف احسن عشان تزود الانترا ابدومينال بريشر، والمريض يكح كمان، يقف نمره واحد، نمره اثنين يكح. الكحه ديت انا ببص عينيا على ايه يا ولاد؟ على اماكن الهرنيا اللي هي في نمره واحد في الابيجاستريا، انا حته ضعيفه شويه بين الريكتاي، وبعدين الامبلايكن، وبعدين الانجوينا، وبعدين الفيمر. دي ببص عليها كح. بعض المدارس خلي بالك، عشان كده بقول لك اسمع من اكثر من دكتور. احنا كنا واحنا طلبه زيكم كنا نسافر مش عارف القاهره، نسافر اسكندريه عشان اشوف استاذ ثاني بدي الموضوع بطريقه ثانيه، عشان تتعب. كل واحد له فكر، كل واحد له مدرسه. زي ما قلت لكم دلوقتي بيتس له مدرسه، اقرا ماكلويد مدرسه، اقرا هاتشيسون مدرسه اخرى. انا درس بطن انتوا عارفينه وعارف الحاجات دي كلها، فعشان كده بقول لكم اسمع من اكثر من واحد. مخك يكبر، ما تبقاش محدود. الحاجه اللي انت تايه فيها تلاقي ايوه تفسيرها كذا، لان ماكلويد قال كذا، لان بيتس قال كذا. واضح الكلام يا شباب؟ طيب نخلصنا من تجهيز يبقى تجهيز سهل خالص، انا معلش بشرحها شويه بس عشان تفهموها. يبقى انا بقف على اليمين، بعدين بجهز نفسي، بعدين بجهز المريض، وقلت اوضاع المريض، وضع للجنرال اكزامينشن، وثلاث اوضاع عشان اللوكال اكزامينشن، واقصد باللوكال هنا هو الايه؟ الابدومينال اكزامينشن. نيجي بعد كده الجنرال بقى. بص يا اولاد، اول حاجه ابص لحاله المريض الذهنيه، يعني فايق كونشس ولا انكونشس. وبعدين دايما اي سؤال ممكن تتوقعه من الدكتور، طب ليه بتشوف ايه علاقه الكونشس بالابدومن؟ اقول اي واحد احتمال يكون عنده ايه؟ الله ينور. بس كلمه واحده ومشي حالك. نمره اثنين، طبعا انا مقدر ان انت في سنه ثالثه، لو انت في سنه رابعه او خامسه هتاخد اكثر من كده، في اسباب الاخرى مش عارف ايه، الدايبيتك كيتوسيس مش كده ولا ايه؟ احنا خلينا محدودين ندي مثال بس على قد اللي انا درسته في الباثولوجي. نمره اثنين، البودوجروس يعني عنده كاسكشيا ولا اوبيزيتي. المريض مثلا مرض الليفر سيروز بيكون كاسكشن. الاوبيستي لها اعراض مثلا تعمل تعمل فاتيا ليفر، تعمل حاجات ثانيه، تعمل سكر، يعني بشوف دي حاجه عامه، نظره عامه كده. النظره الثانيه ناخد بقى يا اولاد، بصوا بقى عرفتوا هتعمل ايه؟ يبقى بس حاجه عامه بس، البودي ويت بتاعته والمنتاليتي فايق ولا مش فايق، مغمى عليه ولا مش مغمى عليه. في حاجات اخرى شلناها من عليكم اللي هو البوزيشن بتاعه، يعني مثلا المريض بتاع زيد عامل كده، المريض بتاع الرينال كوليك عامل كده، وضعه قاعد قاعد مثلا ما احنا قدام، في اوضاع اخرى احنا بنقول سنه ثالثه ايه بس ياخد الاساس، يعني يفهم فكره وضع المريض. نمره اثنين امسك الايدين بتاعت المريض، خلي بالك ايدين المريض ببص لها من الضوافر. الضوافر بشوف فيها يا اولاد نمره واحد ليكونيكا، بشوف ليكون ايه ليكونيكا؟ وايتنينج اوف ذا نيل بيت. نيل بيت تبقى بيضه، طبيعي علاقتها بالبتاع لو في هايبو البومينيل، يعني اللي بتيجي من الليفر ايه؟ سيروس. حاجه واحده كفايه. نمرة اثنين كويلونيك، يعني اللي هو سبوننج اوف ذا نيلز، كنتوا انتوا عارفينها دي خطوة سنة ثانية اللي هو ايه؟ كرونيك اير ديفيشنسي.
خلاص يا شباب؟ دول حاجتين مهمين جدا في الايه؟ في النيل. وبعدين بعد كده كلابنج. ايه الكلابنج ده؟ الكلابنج له تيست. عمل لي يا عبد الله ايوه برافو عليك وريني كده. لا اعمل 70-2 بس. 70-2 بس بص بعمل كده. بص يا اولاد طالما في زاويه يبقى الحمد لله يبقى انت ست. ما فيش زاويه اوبليتريتد معناها ان ما فيش زاويه بين النيل بليد والبروكسيمال نيل بيد ما فيش زاويه كده سطحت يبقى ده يبقى اول مرحله في الكلابنج. بعد كده بيزداد الكيرفيتشر بتاعته بتبقى زي المخلب وتبقى درام ستيك وهكذا دي مراحل. المهم نعرف الكلابنج التست بتاعه بس. انت في سنه ثالثه مطلوب منك بس الحاجات التستات الرئيسيه ابن الدين الكلابنج اهو خلاص ممتاز كفايه انت فاهم ان في كلابنج تعرفه ازاي. واضح حضرتك طبعا الكلابنج برضه بيجي في السيروزس ممكن يجي في الكرونيك مثلا ديسيز زي كرونز ديسيز وما الى ذلك. الكرونيك اي مرض مزمن ممكن يعمل كلابنج. طيب نيجي للبال يبقى انا اخذت الضوافر ببص في الايدين. الايدين هشوف فيها برضه حاجتين او ثلاثه. نمره واحد اللي هو الايه الهايبر الريسيما. الريسيما نتيجه الفازودايليتيشن نتيجه ان الليفر في سيروز نتيجه ان المواد الفازودايليتيشن ما اتكسرتش في الليفر. اسمها ايه بالمر ايريسيما في بتيجي في السينر والهايبوسينر الحته دي والحته دي بس اعملها كده بتختفي يعني معناها ان الفازودايليتيشن فعلا. خلاص يا اولاد طبعا ممكن تبقى نورمال في الحمل تبقى نورمال في الحمل. وبعدين ببص للانيميا بالمره الانيميا اشوف الكريز دي ولا في الخطوط ديت ببص فيها ابص هي لونها فاتح بيل ولا لونها بينك غامق يبقى انا بقدر باخد فكره عن الانيميا. عندي ايه ثاني يا شباب؟ احنا خدنا الحاجتين دول. نيجي بقى للهيباتيك تربل ودي مهم لو سمحت يا عبد الله يبقى ركز على التكنيك النهارده. نظري كتير اللي عايز يقرا نظري كتير جدا. الهيباتيك تريمر او الفلابنج تريمر بتتعمل ازاي التكنيك بتاعها؟ نمره واحد بص يا عبد الله انا عامله ازاي؟ بمد ايدي كده للاخر. نمره اثنين بعمل اكستنشن. نمره ثلاثه بعمل سيباريشن للفينجرز. يبقى ثلاث خطوات. باول حاجه بعمل ايدي قدام كده بشيلها. نمره اثنين اكستنشن. نمره ثلاثه ايه؟ افتح صوابع. طيب كام ثانيه مثلا؟ 30 ثانيه 15 ثانيه خلال 30 ثانيه شويه. الراجل سليم ما حصلوش اي حاجه خلاص يبقى التيست نيجاتيف. طب ايه اللي انت متوقعه؟ والله لو كان عنده الليفر تعبان مش الليفر بس يا اولاد لو كان الهارت تعبان لو كان الكدني تعبان لو كان في سي او بي يعني فشل في الريسبيريشن نفس الفكره لان حاجه اختلال في التوازن العصبي العضلي هذا الفكره بتاع مش عارف منتين الوضع ده يحصل ايه بقى؟ ايديه تقع منه ايديه تقع منه تقع كده كل شويه فبيسموها ايه عامله زي الرفرفه بتاعت الجناح بتاع الطرف بيسموها ايه؟ فلابنج تريمرز. خلاص اعملها كده عبد الله مثل كده مثل ان هي في فلابنج تريمرز اه كده دي كل شويه هو عايز يحاول يسندها الريجولر حاول يسندها تقع. خلاص يا اولاد عرفتوا التريمرز بتاعت الهيباتيك؟ يبقى احنا كده لسه في الايدين خدنا الضوافر خدنا البال خدنا ايه كمان؟ خدنا التريمرز. طيب الحاجه الثالثه اللي عندنا ايه؟ دوبترين كونتراكشن ما مشكله. طيب نيجي على الارض يبقى انا ماشي كده على ببص على الدراع ببص على الدراع في ايه؟ ايه علاقه الدراع بالبطن؟ والله يا سيدي لو الراجل ده مدمن لمؤاخذه بياخد ادويه مخدرات هتلاقي فيه علامات النيدل ماركرز صح؟ هذا حاجه يقول الراجل ده اهو بياخد مخدرات يبقى خد ابر ملوثه يبقى جاله هيباتايتس. شفت التفكير بتيجي ازاي؟ هذا حاجه. الحاجه الثانيه ممكن الاقي مثلا بروزنج الاقي اماكن نزيف بعرف ان الليفر بتاعه تعب لدرجه ان البروسترومبان تايم برولونج عمل نزيف. الاقي بي تي كي اللي هو ناقص الفليبليتلت يبقى انا ببص ماشي كده. خلاص يا اولاد هذا ماشي كده. طبعا ممكن اشوف الماسل ويستنج وحاجات اخرى بس احنا بنركز على الحاجه تخصنا في البطن. انا طالع كده اشوف على الاكزيلا. هات لي الاكزيلا يا ابني قبل ما اطلع الفيس. خلينا هات الاكزيلا ايوه كده. الاكزيلا الاكزيلا اعمل اشوفها يا اولاد الليمف نود ودي انتم مذاكرينها في سنه اول الجروبس بتاعت الانتيريور والبوستيريور والسنتر والابيكال والحاجات دي. ليه علاقتها ايه؟ ممكن المرض يبقى الليمفوما. الليمفوما ماسكه الليمف نود اللي هنا والليمف نود اللي جوه في البطن. عرفت يا اولاد ليه بشوف الحاجه ليه؟ طيب بعد كده بشوف الهير لوس الشعر. هير لوس امتى؟ لو واحد عنده مال نيوتريشن او عنده ايرون ديفيشنسي جامده، انتوا عارفين الايرون قلت لكم 100 مره؟ شوف سنه ثانيه قلت لكم عليها؟ ايوه احد العوامل المهمه لما يجي لك واحد ميل او فيميل بالذات عندها هير لوس فكر في الايرون ديفيشنسي. والايرون ديفيشنسي بفكركم بس ما تقيسش الهيموجلوبين. لا الهيموجلوبين اخر حاجه. قيس ايه يا عمر؟ برافو عليك السيرم في الريتين. السيرم في لانه هو المخازن اللي بيقيس المخازن. تمام. وبعدين ببص على حاجه اسمها اكنسوزس نيجريكانس يمكن بعضكم شافها يا اولاد دارك بيجمنتيشن دارك براون بيجمنتيشن الاريا دي ممكن الرهبة بعض الناس ديت لان ممكن يكون لها علاقه بالماليجنسي بتاع الجي اي تي يبقى دارك براون بيجمنتيشن عامله زي القطيفه كده فيها في اللاين فيها بالحاجات صغيره كده في الفورم كده
حاجات زي البابلومه صغيره كده اهوت ودارك براون بيجمنتيشن. بعض الناس تشوفهم كتير ده ممكن يبقى عنده ريزيستنس طيب تو ديابيتس ومالتيبل اندوكراين ديزيز وعنده مالجنس في الشعير. انا هنا بنخصني مالجنس في الشعير. خلاص من الاكزيلا يا شباب سهله الاكزيلا. طبعا انت لا يخفى عليك ممكن الدكتور يقول لك طب اعمل الليمف نود. لا معلش مش مذاكره ما ينفعش الدكتور كده. الليمف نود فيها حاجه انسبكشن والبيشن والبيشن في حاجات ممكن من قدام ومن ورا اخد اللي ورا كده فاكرين بوستيريور جروب ولا الانتيريور جروب ولا الابيك في حاجه ولا لازم عندك الاساسيات بتاعه المهاره مش شرط التشيك ليست بالنص. لا اساسيات المهاره في الانتيريور جروب في البوستيريور في الابيكال ها في اللاترال اهي اللي هي دي كده بشيلها كده واخلي دراع مرد عليها كده واعملها كده اهو خلاص واضح يا شباب الكلام. خلاص خلصنا من الاجزاء. هات لي احمد بقى لو سمحت الفيس ثاني. طلعت على الفيس يا ولاد بتاع المريضه بتاع البطن. انا بشوف في ايه نمره واحد الاي. الاي بشوف فيها ثلاث حاجات. نمره واحد الجوندس. الجوندس يلوش ديسكلاريشن اوف ذا سكن. طب اشوفها ازاي ما ينفعش في النور الصناعي دي ولا الصح ان انا اشوفها ايه الناتشورال لايت دي الصح. طب انا قدامي حلين انا احط ايدي كده واعمل الرمش بتاع المريض اللي تحتاني كده او هو يعمل بنفسه احسن. تعمل انت عبد الله بنفسك نزل الاثنين مع بعض. انا ببص كده بص يا ولاد ده افضل هو اريحيه له احسن بدل ما انا مديته مع ملكش واعمل يقرف مني ولا كده. شفت نازلني كده انا ببص على السكينيره البيضه دي يا ولاد لو مسفره يبقى في عنده جونس يبقى بلوروبن على بتاع. في نفس الوقت بشوف الانيميا خلاص. تاني حاجه الانيميا برده هنا مكان كويس للانيميا صح؟ ايوه. في نفس الوقت طبعا بشوفها في الايه في الكونجكتايف. في نفس الوقت بشوف يا اولاد كمان الزنس لازم ايه الزنس لازم انتوا خدتوها في سنه ثانيه حصه الديابيتس صح ان تلاقي في ليمت بوز حاجات صفرة كده تلاقيها بعض الناس تلاقي كده يبقى في زياده في الايه عند هايبر ليمت. ثلاث حاجات في العينين وخلصنا من العين. نمره اثنين بتشوف السالفري جلاند باروتيد جلاند والحاجات دي شفتها. وبعدين هنخش على الماوسات للطرش للكشاف. طبعا الدكتور يا اولاد بيبقى معاه كل حاجه العده بتاعته جاهزه. اشتغل ازاي دي يا احمد؟ نفس الحاجه طيب. انا ببص على ايه يا اولاد زي ما هو مكتوب عندكم. ممكن اخد الفم من جوه لبره او من بره لجوه. من بره ابص على الانجل في حاجه اسمها انجلور استوماتايت صح تحدث بايه في الانيميا بي 12 والفوليك والحاجات والانيميا كلها تعمل كده. ممكن الاقي كانديديزيس حاجات بيضة كده جوه حاجات بيضة يعني ممبرين ابيض كده ولازق كده ده مثلا ايه اسمها ايه كانديدا انفيكشن. ممكن الاقي ألسر. الاقي ألسر. الألسر دي تقول لي ممكن يكون الألسر دي كرونز ديسيز في ألسر في التستن وفي ألسر هنا في جزء منها خلاص. ممكن كمان الاقي اللسان طلع لسانك ما طلع مصطفى بره خالص. ببص على اللسان اشوف اللسان ايه هل هو ريد جليز فاكرين الانيميا كل الانيميات طب الدلف والفوليك او الايرون دي مش بتعمل ايه ريد جليز خلاص يا شباب. ايه تاني عندكم في خلاص احنا قلناها كلها. وبعدين نسمن قرب ريحه كده تنفس بشم الايه بالريحه بتاعته. ممكن يكون اللي عنده هيباتيك فيلير ممكن اشم الريحه بتاعت الاسيتون عامله زي بتاعت الدايبيتيك كيتو اسيدوس. يبقى انا كده يا اولاد خدتها من لدى الايد وبعدين الدراع وبعدين الاكزيلا. يا ريت تمشي بالنظام ده. لو قال لك اما جانا اكزيلا مش تاخدها بسرعه بقى. انت المطلوب منك بقى تتعود عليها في البيت وتركز النقاط في دماغك تكشف ايه وايه 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 هتلاقي العمليه سهله خلاص يا شباب. طيب اتفضل احمد. بعد كده هنزل على النك والتشيست. انك هشوف ايه يا اولاد الليمف نود. الليمف نود سهله خالص كلمتين والله. انا عندي مجموعه اللي هي اسمها ايه يا اولاد لا الهوريزونتال والفيرتيكال. الهوريزونتال ببداها من ورا عم ببص بس كده سريع انت الدوم اكزامينشن ما فيش بلدنج خلاص باجي كده انتوا عارفين الطريقه لو سمعت الجنابات باجي هذا السب منديبل مشكله والسب منتا طبعا رولينج طريقه رولينج. وبعدين يا اولاد اللي هي منديبولار كده جوجلو ديجاستري كده في الحته دي وبعدين بري اوليكولا وبعدين بوست اوليكولا وبعدين اكسيل خلاص. وبعدين بشوف هنا الايه الفيرتيكال في منها مجموعتين سوبرفيشال ودي نسيتهم روح رجعهم بسرعه وجمعهم في اربع سطور الناحيه الثانيه. بعمل ريلاكسيشن طبعا الاستنمصات وبعمل ايه الديب وبعدين بشوف خش جوه ديب كده للعضله وهنا اجيب للعضله عشان اجيب الايه الديب جرو خلاص. هذا خمس دقائق خلصنا من الايه خلصنا من الموضوع نيجي بقى ننزل على الصدر. قلت لكم الصدر دلوقتي يعتبر جزء من الجنرال. بلاها حاجه اسمها سبايدر نيفي الوحمات العنكبوتيه ترجمتها باللغه العربيه يعني حاجات ارتيرور دايليتد حاجه زي العنكبوت كده حته حمراء في النص وطلع منها افرع كده حمراء. دي
هي علامة من علامات الليفر فيلير، وممكن تكون موجودة في الحمل برضه على فكرة، شيء طبيعي. وبعدين ببص على الأولاد على البريست بتاعهم، جاينيكوماستيا اللي هو تضخم البريست في الميلز، تضخم البريست فين؟ في الميلز. طبعا دي بيدلنا ايه؟ انه ممكن المريض واخد مثلا اما زي دواء زي سبيرولاكتون او دواء زي التيجوكس، ادويه كثيره جدا ممكن تعمل ايه؟ او ليفرسيروس. بعد كده احنا وصلنا فين؟ اللي هو اللص. خلاص برضه نفس الفكره اللي هو مال نارشمنت او انا كده ايه؟ هات لي ثاني احمد بعد كده ايه؟ لا استنى في حاجه نسيناها اكتبوها عندكم لو سمحتوا، اللور ليم مش مكتوب. اللور ليم مهم جدا في البطن يا شباب، صدقوني انا شخصيا شخصت امراض كثيره جدا الليفر ديسيز من الرجل، مش عليه حاجه خالص. العلامات دي نادره على فكره، سبايدر نيفي والكلام ده كله نادر جدا، والفيتروباتيكس واللابن مش هتشوفها الا في حاله ادفانسد خالص. لكن ممكن تجد اللي هو الايه، بيدال ايديما او الانكل ايديما. اللي يهمنا برضو فيه كل تسالوا فيه ازاي اعملها تيست. التيست نمره واحد بالصم، نمره اثنين في حته فيها عظمه ما يكونش فيها عضله، نمره ثلاثه بعمل كده اهو بالتب بتاعه الصم كده اهو، باجي كده حوالي 5 سم من الميديال مانيولاس بتك عليها كده اهو. يعني هما نسألت 5 ثواني، ممكن مدارس كتير 10 ثواني، نسألت أقصى، احنا نحب أقصى مدرسة عشان نبقى احتياط 30 ثانية، محدش قال دي 30 ثانية. بعد 30 ثانية برفع ايدي بسرعة واشوف واحسس عليها كده، هل فعلا فيها قديمة بيتنج يعني على ما مطلوبة ولا ما عملتش. خلاص ده بيساعدني انا بجمع العلامات دي كلها، بيساعدني اه والله احتمال يكون المريض عنده ايه، هايبو البومينيميا، يبقى احتمال يكون عنده الليفر تعبان، والليفر الهايبو البومينيميا عملت ايه، سلطان دوتر ريتنشن وجمعت لي في الدماغ وهكذا. واضح هذا الكلام؟ طيب اتفضل. اللوكال اكزامينيشن بتاع الابدومن بقى لو سمحت غير الوضع بتاع الصحبه، غير الوضع نزله، ما فيش طبعا ما فيش نزله ولا في حاجه، ما فيش حاجه عليه حاجه بسيطه لما فيش كده. الصح يا ولاد عرفت الوضع الجلوشه، هو يكون تحت راسه تحت رقبته كده مخده وهنا مخده، بس ده الوضع بتاع الايه اللوكال اكزامينيشن. لما الوضع بتاع دوكا سيمي سيمي ماشي اوكي، انا اعتبر دي مخده مثلا اوكي. طيب يبقى انا عندي البوزيشن ده اللي هو اسمه السوباين او الفلات بوزيشن، ده تقريبا هعمل فيه اغلب الفحص. وبعدين بعد كده الابرايت اللي هو السيتنج، وبعدين بعد كده ممكن استاند اللي هو ستاندنج اللي هو بتاع الايه بتاع الهرن ده اعمله في الاخر. طيب اهي ده نعم، هنشوف الايدين بتاعته. الايدين بتاعته فيها وضعين يا اولاد برضه مدارس، يعني ممكن تحطها على الصدر كده ممكن، بس افضل وضع خليها تحت، خليها تحت ومريح. خلاص يا شباب بالنسبه للرجلين ما تبقاش كده كروزد، غلط لازم تبقى كده واحد قيم كده، ده من حط رجليه رجل ما ينفعش. خلاص طيب طبعا مغطي المريض، طبعا احنا عارفين الحته اللي نعملها اكسبوجر يعني حديث الجينيتاليا يا اولاد ماشي مفيش مشكله. طيب خلاص انا دلوقتي بعمل لوكال اكزامينيشن، خلاص انا عملت الجنرال اكزامينيشن اللي يخص الابدن اللو. الحاجات اللي هشوفها كنترول والديستنشن دول زي بعض، اشوف السيمتري بتجمعوها بقى وتحفظوها عشان تبقى سهله، عشان مثلا ممكن يجي لك سؤال كده بس اعمل بس حطه بتاعتك كده. واحد ثاني اعمل بالبيشن ليفر، اعمل بالبيشن سبلين، اعمل بركشن، هذه الاسئله يعني سؤال واحد بس. احنا بندي جميع الاحتمالات. السكن لامبلايكس البلسيشن في الاستاتيك ممكن هناخدها واحده واحده، هات اللي بعدها احمد. ناخد الكنتور. الكنتور بتاع الابدومين يا اولاد يعني المحيط بتاعه. يعني هل هو فلات؟ زي عبد الله مثلا تقريبا كده، او مايد راوند او راوندد او بروترودنج او ديستندد او بلجنج في الـ في الـ او دي او في حاجات ديبريشن، ده معنى الكونتور. طيب الكونتور بتاع الافلات وراوندد وبروترودد وسكافويد، سكافويد اللي هو الناس اللي عندهم كاسكشن زي مثلا مرضى الليفر تلاقي بطنه نشفانه خالص، او الناس اللي عندهم انوركسيا نيرفوزا تلاقيهم برضه بطنهم ايه ما فيش في حاجه. طيب نمره اثنين الديستنشن، هو بصوا معايا عشان الاكيورسي بتاعت الناس، انت بتبص تنجنشيا يعني عمودي على السطح اللي انت تشوفه عشان تتاكد ان هو مثلا بروترودد او تتاكد ان هو كذا، والصح ان هو من هنا من هنا كده. خد نفس يا عبد الله، انا هنا بشوف حاجتين يا اولاد، تنفس عادي من الفم وبصك على الناحيه الثانيه بصراحه، افتح بقك تنفس دايما من الفم، دي ساعد في الريلاكسيشن بتاع العضلات تنفس من. انا بشوف دلوقتي يا اولاد بشوف كام حاجه مع بعض، بشوف السيمتري يمين وشمال، وبشوف الكونتور، وبشوف الابدومينال موفمنت حركه الابدومين مع التنفس، لانه اللي عنده التهابات البريتونيتس الابدومين مش هيتحرك، ياخد نفس يقف ياخد نفس يقف. واضح يا ولاد الكلام؟ هذا ايه؟ هذا ثلاث حاجات شفتهم كده بالمنظر ده كده.
وبعض الناس ما بيجي شمة الفوت عشان يعرفك المدارس. ما يكون عندك الكلام تعرف ترد على الدكتور والله في مدارس كده وفي مدارس كده عادي ممكن بس ما ناخد نفس افضل كده. بس هنا بقى اكتم نفس عبد الله اكتم نفس خد نفس بس طلع النفس طلع اكتمه بقى وسيبه مكتوم شويه. انا بص هنا اولاد كده حته مهمه جدا علشان البلسيشن في حاجه من ضمن السكشن اسمها ايه البلسيشن. والبلسيشن اللي عليكم ما تتوهش نفسك في بلسيشن تبع تشيست اللي هو جاي من الهارت جاي من الليفر والحاجات دي. احنا هنا اورتيك بلسيشن بس الاورتيك بلسيشن ممكن يبقى نورمال في الناس الرفيعين خالص تلاقي واحد نحيف جدا تلاقي ايه الاورت عمال ينبض كده. تعرفها ازاي؟ المريض لازم يوقف النفس لانه لو بتنفس هتتلخبط هل هو من النفس ولا من الاورت. لازم يكتم النفس ولا اكبر ايه يا اولاد كده تنجنش اللعب تنجنش ابص يكتم على النفس خلاص. في هنا مش واضح عند عبد الله عشان ضله مليانه شويه. لو واحد نحيف يبقى ايه ممكن الاورطة بشوفه فيه في الابيجاستر بس بالبلسيشن كلمة البلسيشن اللي هنا اللي هي في الايه؟ في الابيجاستر الاورتك بلسيشن. طيب هل لها حاجة باثولوجيكال؟ نعم اورتك انيوريزم لو كبير شوية تلاقيه واضح جدا وعمل له بلفيشن بعدين هتأكد ان هو فعلا اورتك انيوريزم. واضح يا شباب الكلام؟ طيب المهم عندي التكنيك وليه؟ مش التكنيك بس كده بعمله وخلاص. ليه بتعمل كده؟ ليه بتوقف النبض؟ ليه بتبص للجينج؟ كده واضح؟ وصلنا بنعمة؟ سيمتري لوكاليزد بادجنج طبعا بشوف ان كان فيه هيرنيا في ماس في حاجه ظاهره مثلا تلاقي الاطحال لو نازل كده تلاقي حته كبيره الليفر لو كبير تلاقي متضخمه كده ها هنا في امبلايكال هيرنيا حاجه بالجنج واضحه يعني الحاجات اللي هو لوكاليزد. نيجي للسكين طبعا كلمنا سكين بقى انتوا حافظين سكار سكار يعني كان عمليه. طب وامن فين العمليه؟ مثلا هنا في الريتيلك فوس يبقى عامل ازاي؟ هنا تحت الرايت هيبقى كده يبقى عامل المرار هنا كده الباطن ده كله يبقى عامل لابوروتوم عامل منظار انا عندي يبقى فاهم بعمل ايه. طبعا وجود العمليات مثلا مش معقول بقى انت تبقى يعني مش معقول الدكتور بقى غبي للدرجه ان هو لا انه راجل مثلا شايل ازاي ده اقول ده عنده زي التشخيص كده دكتور عنده اكيوت ابندسايت يا اما دكتور ما خدتش بالك من الاسكار يعني ده انت بتهرج يعني فاهمني؟ ما خدتش الهيستوري وقلت له والسكار واضح جدا هنا واحد عامل كده عنده المراره التهابات في المراره يا عم السكار واضح قدامك وانت بالهيستوري عملت اي حاجه عملت عمليه المراره شلت المرجع انا ملتهب فحص فهمت يا اولاد ده يعني ايه عشان دي بتفيدك في كده. السكار السينسز الفيستلا الايربشن الهيد بالزستر مهم الهيد بالزستر تعرفين هذا الحزام الناري بيجي في ناحيه واحده عباره عن فيزيكلز كده على حته ايريسيما وطبعا في الم شديد كده بيجي في ناحيه واحده من الظهر لكده ما يجيش ياخد الناحيتين لو خد الناحيتين يبقى مش شوك. دي ممكن اسالك واحد سؤال انت هتعرف ازاي ان هو يلبس زوستر بس في بين جاي في ناحيه واحده واخد درماتوم واخد حاجه واحده بس. طيب الاستري الاستري اللي هي الفتحات في البطن يمكن عبد الله عنده بعضها هي اللي هي هنا وايتش ازاي كانت قديمه عشان كان مليان شويه. طبعا الاستري معناها تفتك في البطن تفتك في جلد بتاع احنا في البطن دلوقتي الاستري دي معناها يا اولاد ان حصل تفتك ده نتيجه الديستنشن. الديستنشن دي ممكن يكون حاجات عاديه زي الحمل واخد بالكم معايا ممكن تبقى حاجات اسايتس ممكن تبقى ليفر لارجمنت ممكن تبقى اوبيزيتي زي حاله عبد الله زياده في الوزن وبعدين يخف فبيحصل فيه تفتك وتظهر الحاجات. طبعا القديمه بتبقى يا اولاد سيلفري وايت بتبقى بيضة شويه الحديثه بتبقى بينك وعايز افرقها عن بتاعه الكورتيزون والكوشنج تبقى ايه لونها فايلوت شويه او بينك. ليه بقى فايلوت؟ لان الكورتيزون عمل اتروفي في السكين فانت شايف السبكوتينس تيشو لونه بلون اللون الاحمر. لكن في الحالات الثانيه لو واحد مليان او كانت واحده حامل لما اخذ وحصل تقطيع في بطنها كده الاستري في بطنها ورجعت ثاني هتلاقيها بيضة. ليه؟ اصل ما عندهاش اتروفي ما عندهاش اتروفي مجرد بس مزق كده تمزيق تقطيع ورجع تاني. واضح يا ولد؟ طبعا انت عارف دي صعبه في العلاج جدا تاخد وقت طيب بعد كده بوصل البيوبك هير شعر العانه ليه يا اولاد؟ طب ما شعر العانه الرجال رجال والحريم حريم هي المشكله لا ممكن الرجال يبقى حريم زي الليفر ديسيز برافو زي الليفر ديسيز تلاقي طبعا بتاع الميل ماشي كده ولا الثمانيه بتاع الفميل كده صح؟ فتلاقي راجل الشعر بتاعه فكت من الحته دي وبدا ياخد شكل الفيمناين كده اعرف ان عنده زياده في الاستروجين نتيجه للليفر سيروزس فزود الايه؟ اللوس اوف هير تحول الى فيمناين. في حاجات اخرى عنده برده جينيكو ماستيا وعنده علامات زي الله يرحمه عبد الحليم حافظ كان عنده نفس الحكايه. طيب
بعد كده في حاجه اسمها كابوت ميدوزا دايليتد فينز، بس مش دايليتد بس، دايليتد تورشيوس. لازم تقول كده زي الدوالي دايليتد وتورشيوس، لان في بعض الناس يا اولاد بعضكم بيختفي بقى يلاقي فين، بعض الناس اللي عندهم فين ظاهره اسمه فيزيبل فين، فيزيبل فين ظاهر بس واحد ظاهر. انت في ناس انا عندي فيزيبل فين وانت عندكم ناس كتير عندها، هل دي يبقى دوالي؟ وهل دي كبد مدوزه؟ لا، لازم يبقى ايه يا اولاد عشان تقول واحد عنده دوالي في الرجل او هنا كبد مدوزه اللي هي دوالي برضه تعتبر نوع من الدوالي، تبقى ايه دايليتد وتورشيوس وانجورجن. واضحه كده؟ لو ظهر لك هذه الفين كبد مدوزه لازم تعرف اتجاه مالي الفين من تحت ولا من فوق. هو ايه فكره الكبد مدوزه؟ انت عارفين يا اولاد النظر مش كده؟ انه في سك تسكير في الليفر، فالبورت الفين هو ماشي السكه مسدوده بسبب التليف، فبيحب يشوف طريق باي باس بيمشي عن طريق الايه؟ البارامبليك اللي بيخش في الناحيه الثانيه. هذا كل الفكره. انا بعملها زي بقى اللي هو الميلكينج تكنيك، بعمله زي مثلا عندي الفين كده تخيلا، بروح جاي كده يا اولاد ومفضيه كده، وبعدين بشيل ده كده بيملى بسرعه. طب ما استعجلش اعمل تاني اشيل دي اشوف مين الاتجاه الاسرع في الملي ريفيلك. طبعا الفين ببقى طالع كده يا اولاد، بعمل كده كده اشيل ايدي كده والله ملى الفين بسرعه، يبقى فعلا اتجاه كده. بعمل تاني اشيل ايدي كده، اتجاه من هنا اسرع لمن اسرع بكاري. عرفت الكلام؟ بشوف الاتجاه جاي من كده اقول لك بس. هذا كده ايه اللي هي الكبت ميدوزا. الايديما والاسترتشنج ديت خلاص غير احمد. واضح يا شباب الاسبكشن؟ في اي مشكله بقول لكم الحاجات التكات والاسئله اللي بتيجي وليه وتحس ان كلها مش عمر ما يقول لك قول لي ديفرنشال دياجنوزس، مش وقتك. الفرنشال دياجنوزس والانفستيجيشن والتشخيص ده في سنه خمسه ورابعه. لنا حدود، احنا هنا عايزك تعمل مهاره صح وفاهم ليه بتعمل كده. الامبلايكس طبعا نمره واحد، اهم حاجه فيها البوزيشن. البوزيشن يعني هي ايه؟ هي غالبا ميد واي بتين السنفس البيوبس والايه؟ والزفس السفر. مش كده يا اولاد؟ لو نزلت تحت يبقى حاجه زقها من فوق. لو طلعت فوق يبقى حاجه دافعاها من تحت. اللي من تحت مثلا واحده حامل. صح يا اولاد؟ اللي من فوق الليفر والاسايتس والاسبلينوميجري تنزلها لك. كفايه كده. نمرة اثنين الحاجة المهمة فيها الهيرنيا. والهيرنيا اعرفها ازاي؟ من الممكن بشكل ناحية ثانية عبد الله وهو كده يعمل كحة ببص عليه هل حصل بلجنج ولا لا؟ ممكن بعدين اتاكد ان فعلا في ديفكت الحتة ديت ما فيش فيها ايه؟ اه فيها ايه؟ فيها ديفكت عشان اتاكد. وخد بقى كحة وتعمل لي امبلس في ايدي. واضح يا اولاد؟ دي اللي اهم حاجة في الامبلس. الحاجات الثانية بقى البيجمنتيشن والديستشارج والديسكلريشن ما مشكلة. المهم الامبلايكس مكمنها نمرة اثنين هي انفيرتد ولا اي فيرت. الوضع الطبيعي تبقى ايه يا اولاد؟ انفيرتد يعني من تحت. لو كانت اي فيرتد معناها حاجة دافعاها من جوه. حاجة دافعاها من جوه. ايه اللي دافعها من جوه؟ مثلا عندي زي اسباب الديستنشن هم الخمس، خمسة اف اكتبوهم عندكم اسمهم خمسة اف. نمرة واحد الفيتس ده في البريك حاجة نورمال. نمرة اثنين الفليتس يعني الغازات الجاز ديستنشن، واحد عنده القولون بطن مليان غازات تدفع البطن بتعمل ديستنشن خلاص. نمرة ثلاثة الفيسس، واحد عنده كونستبيشن بطن مليان لا مؤاخذة فيسس بقاله مدة بطنه منتفخ كده عمل ديستنشن. قلنا كم دلوقتي يا اولاد؟ ثلاثة. بعدين نمرة أربعة الفات، واحد اوبيس برضه ديستنشن. بس خلي بالكم معايا الاوبيزيتي ما تعملش بلجنج، ما تعملش هيرنيا في هتلاقي الامبلايكس انفيرت زي ما هي، بس هو بطن احنا بنقول نتكلم بسرعه عامه على الديستنشن. نمره خمسه الفلويد اللي هو الايه؟ الاسايتس. يبقى كم اف دلوقتي؟ خمسه. خمسه اف حظهم مني وبدعوا لنا خمسه اف خلاص اللي هو اسباب الديستنشن بتاع الابد بسرعه عامه. ممكن تبقى سبب من اسباب ايه؟ دفع مين؟ دفع الامبلايكس تبقى ايفيرت مش انفيرت خلاص. طيب احمد نيجي بقى البلسيشن. انا قلت لكم اللي بجاستريك بلسيشن خلاص يا اولاد التكنيك بتاعها تبقى تانجنشال والمريض يوقف التنفس. يمكن مش مكتوب في التشيك ليست بس انا يعني بقولها لكم اهو عرفوها خلاص. يبقى يوقف التنفس وابص تانجنشال عشان اشوف البجاستريك بلسيشن. طيب هل نورمال تبقى مش موجوده؟ ممكن تبقى مش موجوده، ممكن تبقى موجوده نورمال، ممكن تبقى موجوده مرضي. هتاكد بعدين لما اعمل الايه؟ البالبيشن. وبعدين في كمان طبعا في فحوص في سي تي وفي التراسونوجرافي. احنا الفحص يا اولاد سجستيف بول سجستيف اوف ابدومينال اورتيك انيوريزم. البرستاتيك موفمنت انا ببص كده بعينيا برضه ممكن تنجمش برضه اشوف حركه الموفمنت بتاعت الانتستين هل هي زايده هل هي ظاهره هل بتمشي في انهي اتجاه عشان الناس اللي عندهم انتستال اوبستراكشن والحاجات دي. حركه الموفمنت والريسبيريشن قلناها. دايفريكيشن اوف ريكتاي التكنيك بتاع ايه دايفريكيشن اوف ريكتاي؟ يعني بعض الناس يا اولاد عندهم
الخط ما بين تو ريكتس ابدومينس مسل ضعيف، فممكن ايه دي حاجه سبحان الله كده، فممكن تلاقي حاجه زي طلع ماس كده ما بينهم مش هيرني، ممكن تبقى تعمل ابيجاستريك يعني احد اسباب الايه الابيجاستريك فايبرستيشن بين العضلتين دول ضعيف شويه، خاصه الناس الاوبيس وخاصه الناس المالتيبل بريجنسي فتلاقي دول عرفها ازاي بقى ان الحته دي ضعيفه وممكن تعمل لي بالجن كده. بص عبد الله سمعت هم يعني اقعد بدون سبورت. بص يا اولاد وضع معي ربنا على سجل ثاني. بص يا اولاد عرفت انا بعمل ايه دلوقتي؟ بقول له هم ايه؟ بدون سبورت، يعني حاول تقعد بدون سبورت، حاول تقعد بدون سبورت. تلاقي العضلتين بيشتغلوا، هم اللي بيعملوا فليكشن لجسمه. طبعا اعمل بس لو عنده حاجه هنا تلاقيها بالجن دي تسلم لجاستريك هيرنيا او تسلم ايه بقول لكم عليها دايفريكيشن اوف ريكتا. واضح يا شباب؟ طيب بعد كده الهيرنيا الاورفس، احنا قلنا الهيرنيا الاورفس دي ممكن نعملها في الاخر لانها لها وضع ستاندرد، هيقف المريض لما اخذها مكشوف كويس ويعمل كح او سترين كده ونشوف الحاجه، بشوفها بعينيا وبتاكد ان هي هيرنيا، بحط ايدي عليها تعمل لي بالس، تعمل لي حاجه الامعاء فعلا عماله تخبط في ذاك. واضح يا شباب؟ طيب خلصنا من ليه؟ نيجي بقى للبالبيشن. الانسبكشن واضح يا اولاد؟ حد عنده اي مشكله في الانسبكشن؟ والتكنيك اهم حاجه ازاي بعمله وليه؟ ازاي بعمله وليه؟ مش مهم اسبابه والكلام ده، ما مشكله لو عرفت سبب مثلا بوك مش ما عرفتش ما مشكله. نيجي بقى للبالبيشن. البالبيشن يا اولاد بصوره عامه طبعا هو التحسس، وطالما انا هتحسس ببدا اكسبلين للمريض تاني. انتوا ما تنسوش الحته دي، ولا لو سمحت دلوقتي ايه هشوف هعمل تحسس كده بايديا احسس على بطنك، فانت ايه يعني ما فيش قلق ولا ولا مش مضره ولا مزيه ولا حاجه، يقول لك خلاص اوكي ما هو محضر نفسه دلوقتي. دي نمره واحد، اتاكد ان العضلات ريلاكست بتاعت البطن، لا انا مش بحسس العضلات، انا بشوف الاورجن اللي تحت العضلات. طب ريلاكست ازاي بالوضع ده؟ اللي هو بيلو تحت راسه وبيلو تحت الايه؟ تحت النيز وايديه كده. خلي بالكم معايا ما يصحش ايديه واحد يعملها كده، بعض الناس يعمل ده خطا، دي تعمل جربوا كده انت عندكم؟ حط ايديك على راسك كده تلاقي عضلاتك شدت، صح ولا مش صح؟ نمرة اثنين طبعا لما بعمل ايديا انا غسلها مطهرها اعملها تدفية وخاصة في الشتاء. في الشتاء وفي حاجة تانية الانكزايتي، تعرفين الانكزايتي يا ولد بتعمل ايه في الايدين؟ بازو كونستريكشن، وبازو كونستريكشن يعمل ايه؟ برودة وعرق الانكزايتي بتاعتك، فانت ايه هتبقى يعني بالنسبة للمريض مش مريح، ايديك باردة، فلازم احنا ايه بسرعة عامة دفي تدفخ ايديك كده وتطمنه نقول له ما تخافش ايديا تبقى دافية. طيب بعض الحاجات بقى يعني اللي في بعض الناس اكسجريتد خالص، حساسين اكتر من اللازم، بديكوا فكره يعني اعمل فيهم ايه؟ باخد ايده هو اقول له طب ما تخافش حط ايدك انت يا سيدي اهو، حط ايدك عند الله اهو كويس، انا بس هعمل كده، هل فيها هذا ولا حاجه؟ يقول له اقول له خلاص سيب ايدك بقى انا اعمل ايه؟ عرفت يا ولد؟ بعد كام مرحله هيقابلك كل الانواع من الناس، ناس حساسين جدا لاي حاجه، حط ايده يعمل كده، في حساسين بيغار سموه بيغار، سموه عندكم ايه؟ يعني مش ما يقبلش حد يحط ايده عليه يحصل كونتراكشن، لو عمل كونتراكشن غشك ولا عرفت تجيب الاورجن وشخصته تقول ده عنده ريجيديتي، يا اما ريجيديتي ايه؟ ولا ماشيه مع الهيستوري ولا دي مش ريجيديتي، دي فولنتري ريجيديتي مش انفولنت، اللي احنا نقصدها انفولنت اللي هو ايه جاردن نتيجه البريتونايتس. طيب الحاجه الثالثه بقول له لو سمحت قول لي، طبعا انا في الهيستوري يقول لي ايه الشكوى بتاعتك؟ جالي العياده ليه؟ يقول لي والله عندي الم في الحته دي، خلاص اخلي البين فول اريا اخر حاجه. ليه؟ لو بدات بالبين فول اريا ازعجت المريض، حصل جاردن، حصل يعني ريجيدت ان الماسل، يبقى انت برضه عملت لك مشكله، خليها للاخر خالص. خلاص يا اولاد؟ اخر حاجه عندنا ايه؟ الهاند وضع الايد. بصوا بقى الخطا اللي بتعملوه يا حضراتكم ان انا بس بعمل كده. لا ده خطا. بصوا معايا الايد اهم حاجه، ايد انت بتبني ادي ايدها شفتوا عامله ازاي؟ جنب بعضها والصابع جنب بعضها وحته واحده. هحطها كده مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، ابدا بالرايت بس او الليفت، الليفت ليك بس خلاص؟ المريض بدا يتعود على ايديا، ببدا اعمل كده حركه، حركه سوبر فيشيا 1 الى 2 سم فقط كده 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 بس كده، حاجات بسيطه كده. الاربعه كوادرانت الكبار كده انا بعمل ايه؟ انت هدفك ايه من اللايت اسم دي اللايت بالبيشن ده؟ بشوف اليوم حاجتين، نمره واحده ريجيديتي، نمره اثنين تندرنس. طيب التندر نس اعرفها ازاي؟ يعني وش على ايه يا اولاد؟ بيشن على المريض متأذى، ما مش هقول له ده، واساله برضه فين في الم ولا حاجه؟ قول لي في الم ولا حاجه؟ بس هذا اللايت بالبيشن، دي جزء نص البالبيشن، دي هدفها زي ما قلت لكم ديتكت
اللي هو الريجيديتي والتندرنس نمره 2 ان انت المريض يتعود انك تعمل له الديب بعد كده يتعود على ايدك ايدك بتاعه. بس وضع الايد ازاي ولا كده طيب. خلاص كده ممكن بص المفصل ده هو اللي بنتين متكرب في الاجل ده لازم يسموه مش كده كده يعني مش كده لما ما ينفعش كده ده خطا لو عملت كده قدام انا بتكسف وانا غير نادي خطا انت بتعمل ازاي كده محميل عليك ده كده تعمل الريجيديتي لازم ابص ايدها كامله اهي ممكن ايدك بحالها كده صح ممكن بعض الناس يقول لك كده حرك كده ليه حرك النص ده شفت المفصل ده كده هذا التناقص وده الدكاتره ينتظروا منكم كده وانتم ما تعملوا كده تشرفونا نذاكروا كويس واحنا يعني تتعلموا صح قدام اي دكتور هنا او بره او حتى انت متعلم صح فاهم بتعمل وده هدف السكيلز على فكره الناس مش اندرستاند سواء الاكاديمي او الكلينيك يجي يعلمني كلينيك انا مش عايز اعلم كلينيك يعلمني كانه بعلم بطنه رابعه وخمسه مش دوره كده مش هو ده الاكاديمي يقول لك احنا مالنا مال الكلينيك مش شغلنا يعني بعدين احمد خلاص يا ولاد طيب احنا عملنا اللايت والبيشن اللايت والبيشن سهله يا شباب الايد والاربع حاجات وخلاص والعينيه على المريض اجي بقى للديب بالفيشن الديب بالفيشن خلي بالكم معايا بعضكم بيقول لي اعمل ديب بالفيشن يقول لك اعمل الليفر لا يا حبيبي في جنرال ديب بالفيشن الاول في جنرال لانه في ماسس ثاني وما فيش الا الليفر بس الليفر ده حاجه اسمها خصوصيه ديب بالفيشن خصوصي لما هنا برضو نفس الايد ونفس الاماكن ثاني بنزل شويه ديب شويه اهو نزلت كده وبعدين نزلت كده شفت يا ولاد اهو وبعدين نزلت كده معايا يا ريان نزلت كده عميقه المريض طبعا الحمد لله ما فيش تهزه ولا حاجه وتعود على ايديا لان الايديا خلاص قبل كده عمل له نزلت كده بشوف الاماكن بشوف اي حاجه لا لقيت حاجه طبعا انتوا عارفين خدته الماس في سنه اولى اختصارها كلمه سكال زيم اس سي اي عارفينهم الاس يعني السايت والسايز والشيب والسير كونسيستنس مش كده ولا ال ال يعني الايه اليومن سي اللي هو كان حاجه بتعمل بالضوء ولا لا ان الاي اتاتشمنت مش كده ولا البي البلسيشن مش كده ولا ايه ولا ايه وهكذا يعني سهله طبعا ماشي طيب بصوا يا اولاد بعض الكتب او بعض المراجع عشان ما تتلخبطش وتقول الطب مش حاجه واحده الطب مدارس كتير بعض الكتب خاصه في الناس الاوبيس يعمل الديب بالبيشن بيدير اثنين امتى مثلا لو تخيلنا مثلا دكتوره ضعيفه شويه او دكتور ضعيف شويه والمريض اوبيس خالص ايده ديت نصلك الطب مش هتعمل ديب بالبيشن مفهوم يا اولاد يوم يعمل ايه؟ اهو هذا الطريقه ديت بتسند دي بحط كده نفس الكلمه دي صح برضه باي مانوال هي اخر حاجه اهو اهي خلاص يا اولاد لا الديبنج حاجه ثانيه ما تضل ركز انت مريض ما تتكلمش خلاص يا اولاد اهي دي مش ديبنج الديبنج حاجه ثانيه اقول لكم عليها خلاص يا شباب واضح كده امتى استخدم باي مانوال في الديب بالبيج احنا وصلنا فين دلوقتي؟ طيب نيجي الليفر ناخد الليفر يا اولاد اولا افهم انا بعمل ايه بعمل بالبيشن للليفر اسال نفسي سؤال اناتومي هل الليفر يعني حدوده هنا ولا حدوده على الكوستال مارجن يعني ممكن ما حشوش ممكن ما اعملش ما اشعرش بيه خالص وده شيء نورمال عادي خالص شعرت بيه ماشي برضه يبقى نورمال 1 سم بتاع ما فيش مشكله ده شيء طبيعي بس يكون بالكاركتر العاديه اللي انا دارسها في الهيستولوجي مثلا ان هي يكون سوفت مش كده يا اولاد ولا ايه الليج بتاعته تكون ونان تندر وتكون ريجولار مش كده هذا الخصائص بتاعته ما يكونش فيها ريجولار والسيرفس بتاعه سموث دي الخصائص اللي متوقع طيب ايه الفكره نفهم الفكره ان الليفر كده له الايه اللور ايدج بتاعته دي ماشيه كده صح المريض خد نفس عبد الله وشغلنا ثاني لو سمحت افتح بقك خد نفس بدانا بقى ايه نشتغل النفس ليه بنشغل النفس عشان الابدومنا الاورجن تتحرك مع الدفن تنزل وتطلع خد نفس من بقك بس يا ولاد هو بياخد نفس الاورجن بينزل تحت طب انت هتعمل ايه انا والله هشعر هحس هلطش زي ما بيقولوا عندنا في مصر هلط هتاتش اللور ايدج بتاعه الليفر هو المريض بياخد الاسبيريشن بس هذا كل اللي انا هعمله واضح يا شباب طب هتعمل ايه ابدا من هنا ولا من هنا لا ابدا بالوصول من رايت اليك فاس طيب انهي خط من عند خطوط والله الميديكال فيجر لاين اهو الكلام وفي كمان ميد لاين خطين يبقى انا عارف حدودي بعمل ايه المريض في حاله الريلاكسيشن اللي احنا اتفقنا عليها بيتنفس من بقه من بقك عبد الله تنفس من بقه من فم على خلاص يا اولاد طيب ايديك وضعها ازاي هل بارلل ولا اوبليك
ولا كده دايركتد كده ولا ازاي؟ الثلاثه اوضاع صح. خدوا بالكم الوضع الكومن اللي انتم يعني تقريبا متعلمتوه اللي انا احط ايديا كده اهو بعيد عن الريكتس ابدومينس. نمره 2 بارل للايدج بتاعت الليبر والكوستال مارج. فين ابدا منين يا اولاد؟ من الرايت اليك فوس اهو. خلاص؟ طيب ايه هتعمل ايه؟ بص كده نفس كده بقى. انا بعمل خد بالكم معايا بقى. دي ايدي دي اللي هتحس. الفكره ان هو بياخد نفس بحاول اعمل كده. بحاول ايه اقابلها. هي نازله كده انا بحاول اقابلها. في اللطشه ديت بكون انا شخصتها. جامده، طريه، ريجولار. فهمت يا اولاد الكلام؟ هذا الكلام ده. ما تتوقعش حاجه غير كده. طيب لما حاجه تلطش في ايدك كده بتخف الضغط شويه، بتخف الديب بالبيشن بتاعك تخليها فوق عشان ايه تقدر ايه تجيب السيرفس بتاعك. بس يبقى انا الاول كده اهو الليفر عمال ينزل كده انا بعمله كده. هو عمال ينزل كده انا بعمله كده. يعني معناها هو بياخد انسبيريشن انا بقابله. في الاكسبيريشن بنزل تحت. عرفت التكنيك ازاي؟ لو هنعملها كده خد طلع اكسبيريشن اهو اكسبيريشن. اكسبيريشن بنزل اهو. لا معلش انا غلطان. معلش. شفت التكنيك الخطا بيعمل ايه؟ انا دخلت فين جنب. طيب خد نفس انا كده اهو هو بياخد النفس بطلع بقابله كده اطلع 1 سم ها خد نفس اهو ريح خد نفس ماشي يا ولاد خد نفس اهو خد نفس حتى ما وصلت الكوستا مارجن مش شاعر حاجه مش شاعر حاجه خلاص. وعلى فكره هنا كومنت في النظام الحديث يعمل الاسكالتيشن الاول بعد البركاشن وبعد البالبيشن لانه البركاشن يحدد لك الليفر فانت ما تعمل بالبيشن اتاكد انما كده ممكن تفهم ما لا يتحدد لي حته جديده برضه عايزكم تقولها للدكاتره محد يسالك عنها الطريقه الحديثه الاسكالتيشن او ليه يا ابني؟ لانه البالبيشن والبركاشن ممكن يغير الانتستينال ساوند. التستنج كانت باراليتيك اليس الحركه بتاع البالبيشن حركتها فاتحركت غشتني في التشخيص. فالاول حاجه اسكالت ده النظام الحديث. وبعدين البركاشن ليه؟ عشان احدد لانه مور اكيوريت ذان البالبيشن مثلا الليفر فين السبرين فين بالبركاشن. وبعدين بعد كده اعمل بالبيشن اتاكد. والانسبكشن طبعا دي ممكن تعمله في اي وقت مفيش مشكله. واضح يا شباب الكلام؟ طيب عرفت الليفر ده طريق يبقى بارل كده اهو كده 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 دي طريقه. طيب الطريقه الثانيه ان هي ايدي تبقى ايه؟ كده. وممكن ثاني اجين في الناس الاوبيس ممكن ايدي عليها كده. او الاثنين كده مفيش مشكله. خد نفس يا عبد الله. شفت يا ولاد بعمل ازاي؟ مستغل التبس لان التبس حساسه كنا بنشوف بقى الريديال ارتر والحاجات دي. بستغلها خد نفس يا عبد الله. معلش نفس تاني كده كده ماشي خلاص يا شباب اهو يبقى دي بالتبس. الطريقه الثالثه اللي هي اوبليك باخد الاثنين مع بعض اهو يعني ولا هي كده ولا هي كده اوبليك ودي الاثنين موجودين في بيتس وممكن اثنين صح تقتنع بهم هنا بتحس ديت ودي خد نفس عبد الله بدا برضه بالراديو لك فوس نفس بعضكم بيعمل ايه يا اولاد يعمل كده لا اربط حركه ايدك بالنفس. الانسبيريشن بيعمل انت هتقابله. الاكسبيريشن تخش ديب في البطن. تنتظر الليفر انا ديب اللي خد نفس يا عبد الله. ماشي. خد نفس. شفتوا؟ انا بقابل. نفس وهكذا. خلاص يا اولاد البالبيشن؟ طيب. في طريقه اللي بعد كده بتاعت الليفر اللي هي الباي مانوال. باي مانوال انت اذا انت شخصت المريض او شاكك فين عنده تراي كاسبت ريجريتيشن. او عنده هارت فيلر فالليفر بيبقى بلسيتنج شويه عايز تتاكد منها بتعمل كده اثنين ايد هنا كده وايد هنا ممكن تحس الايه تحس البلسيش اسمه البايم يبقى كده كم طريقه للليفر يا اولاد اربعه يبقى طريقه البارل الطريقه بتاعت التيبس اما ايدين في ايد فوق ايد او ايدين جنب بعض والطريقه الاوبليك وبعدين الطريقه الايه البايمان ولا بتتعمل ممكن حتى هي بص يا اولاد الايد اللي ورا في الليفر وفي السبلين وفي الكدني مهمه تدفع الاورجن اللي ورا دي تدفعها لك قدام عشان تشوفها كويس يعني ممكن تعمل كده وتعمل بالبيشن من تحت صح ها لا مش بالبلط من الكدني يعني الليفر شوف الليفر حط ايدي هنا اخد الليفر كده باليد دي برضه صح الاثنين صح واضح يا ولاد اسمه باي مانوال خاصه في الناس الاوبيز زي ما قلت لكم بتلاقي البالبيشن صح انا خلاص قلنا لسه الهوكنج تكنيك لسه الهوكنج تكنيك الهوكنج تكنيك برضه في الناس الاوبيز يا ولاد لما تلاقي في ديفيكالتي في بالبيشن اوف ذا ليفر بتعمل ايه؟ انا كنت بعمل كده الاول عشان عملت طريقه كده؟ بالتبس لا ممكن اشوف التبس من هنا نفسها هي بعمل خد نفس كده اشوف هوكنج يعني ايه؟ عمل زي الهوك كده برضه نفس الفكره بخلي الليفر يخبط في صوابعي من هنا كده اهو
واضح يا شباب الكلام؟ عرفت يبقى دي التكنيك بتاعت الليفر، ما فيش في اي مرجع تاني غير كده. دول الطرق فحص الليفر بجميع الطرق اللي هي الايد الواحده والايدين والهوكينج تكنيك. طيب هات لي حاجه يا احمد تاني. الجول بلادر، الجول بلادر يمكن مش مكتوبه عندكم. ليه؟ لانه نورمال ما بتحسهاش. تحس فقط لو فيها اوبستراكشن للكومن بايل داكت، يعني في ريتنشن للبايل، او فيها التهابات زي الكوليسيستايت. هتلاقي على شكل ايه يا ولاد؟ على شكل ماس، حاجه بلجنج هنا في الانسبكشن، لوكاليزد بلجنج كده. بتاكد منها ازاي؟ بعمل زي البلبشن بتاع الليفر بالظبط. بمشي كده بس في الميديكال فيكر لايف، بمشي كده بمشي كده، ده اللي ماشي عادي. طبعا انا بمشي بسرعه عشان بتاع، لحد ما اوصل هنا هتلاقيه تحت دي ماس راوندد راوندد وعامله زي السيست كده، واخد بالكم؟ وبعدين في حاله انا مشخص المريض اكيوت كوليسيستايتس بعمل حاجه اسمها ميرفي ساين. الميرفي ساين دي سهل خالص، بحط ايدي كده، خد نفس تنفس اهو، وصلت انا الكوستال مارج التقائه مع الميديك لافيكولار لاين، وبعدين طلع نفس جامد، خد نفس شديد. المريض هو بياخد نفس، لو هي المراره ملتهبه ونزلت تروح خبطه في دايره، تعمل له الم شديد وصدن ايه؟ صدن ستوبنج اوف ذا ريسبيريشن وسيفير بين، اسمه ميرفي ساين، يعني سجستيف اوف اكيوت كوليسيستايت. مش مكتوب عندكم في التشيك ليست، بس انا حبيت اقوله لكم برضه لان هو جزء من الليبر يعني، مش مشكله. طيب ميرفي ساين خلاص. اسبلين، عايزين نعمل بالفيشن لسبلين برضه. انا عندي التكنيك مهم، اسبلين برضه له اربع طرق. الطريقه الاولى ابدا من رايد ليك فسه. ليه الرايد ليك فسه؟ لان الاسبلين هنا يا ولاد كده ما بتضخم بينزل كده، فانا بقابله كده، دي الفكره. الليفر ما بتضخم بينزل كده، فانا قابلته كده، تمام. برضه هات اتن رجل، ممكن تتن ركبك يا عبد الله عشان شويه بس، ايوه عشان ما فيش متغدى، اعمل له بس ريلاكسيشن شويه. برضه هبدا من هنا يا شباب اهو، هذا الاسبلين. ايديا عامله ايه؟ بارل للكوستال مارج، الليفت كوستال مارج، يبقى يحتاج كده. خد نفس ايه؟ ده بالايديا بالاندكس ده. نفس. خلي بالكم ممكن انت تخطئ لو الاسبلين كبير جدا وانت بدات من هنا، ما بدات الصح، طلعت فوق الاسبلين فعمرك ما هتشعر به. معلش تعبك شويه. خلي بالكم يا شباب اهو، انا كده ما وصلت فين؟ الكوست. بحط ايدي جوه تاني كمان اتاكد. خد نفس يا عبد الله، ما فيش حاجه خبطت فيه. انت متوقع يخبط في ايدك ايه؟ الاسبرين. بعرفه ايه؟ بالنوتش والشارب ايدج، بالنوتش والشارب ايدج ناشفه شويه. واضح يا شباب؟ طيب ادي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اعمل باي مانوال اهو، سبورت سبورت، ايدي الشمال تحت وادي ايدي دي هنا. خد نفس يا عبد الله، نفس الكلام خلاص. دي برضو ايه؟ ما جابتش حاجه. الطريقه الثالثه اقول له تعالى ترن تو ذا يا اولاد، تو ذا رايت. انا مطلب جنبك اللي. مش عارف شرحوا لكم الحاجات دي ولا مش شرحوها. ليه ترن تو ذا رايت؟ انا عايز اسقط السبرين شويه، ينزل شويه خلاص اهو. نفس الطريقه، الايديا سبورت اهو، ها الليفت كوستال مارجن من فروم باند كده سبورت، يعني بدفعه كده شويه وبقابله كده. اقول له خد نفس عبد الله، وارجوكم تبصوا على بيتس كده تستفيدوا منه، كتاب عظيم والله. بص اهو خلاص انا كده عمل لحديت كده. دي طرق العالم، ثلاث طرق. مصر مصريين تم اللي عارفينها، شكرا. المصريين عشان عندنا كان البلهارزيمس والليفر والسبرين المجري، ده حاجه يعني نسبه كبيره جدا من الناس. الحمد لله اختفت دلوقتي البلهارزيمس، فمحترفين في الطحال. قال لك هيجيبه، يعني هيجيب يقوم يعمل بقى الطريقه الرابعه كده بقى، كنا اجيب شمس ان هو ايه؟ المريض يقعد. قعد يا عبد الله، بدلنا مش موجوده في اي كتاب ولا في الكتب المصريه. واحد اسمه صلاح ابراهيم استاذ بطنه في نفس الحكايه، هو نفس الفكره، عايز ينزل الطحال، عايز ينزله شويه. اروح اعمل له سبورت من هنا كده اهو، وبياخد ايه؟ نفس الفكره، يبدا من تحت كده يتحني قدام شويه، ما ادريش لما الكلام طبعا يا اولاد. خلي بالكم بخش برضو تحت الايه؟ كوستال مارج، تحت الكوستال مارج. خد نفس، يعني اللي هو ايه؟ خلي بالك، شكرا. خلي بالك عشان الاطحال يظهر تحس بايدك لازم يكون متضخم ثلاث مرات النورمال، يعني مش سهل عشان كده البركشن مور اكيوريت
زين البالبيشن، لانه عشان لازم يكون هو مثلا كده اصبح لازم يبقى ثلاث مرات عشان وايه مش اي واحد يجيبه، ثم قلت لكم المحترف اللي شافه 1000 مره مثلا فيجيبه حتى لو هو كده يجيبه ويكون ثلاث مرات. دي طرق الاسبرين يا اولاد، حد عنده اي سؤال في الاسبرين؟ عرفنا ازاي الطرق؟ نعم واضح؟ طيب اتفضل يا احمد. طبعا انت بقى الكلام النظري بقى ما تلاقي في تندر سايز وكم كم طبعا الليفر كم سنتم تحت الكوستال مارجن في الميد لاين وفي الميد كلافيكل، بالاسبرين كم سنت تحت الكوستال مارجن برضه ده المقاس بتاعه يعني كم سنت او كم فينجر كم صباع نفس الكلام. الكدني، الكدني برضه سهل عشان نخلص البالبيشن. بص يا ولد الكدني اولا ممكن ما تشعرش بيها خالص وخاصه الليفت، الرايت ممكن تشعر بيها. انت بتشعر بيها لازم تكون بص في الاناتومي، بص في الصوره بتاعتك حاجات يعني انا لما اجي كده احط ايدي تحت الكوستال مارجن واحط ايدي الثانيه في الرينال انجل انت اللي هتشعر بيه. ممكن تمسك اللور بول، لازم تفهم اللي انت بتشوفه. يعني انت بتحاول تعمل كابتشرنج لللور بول اوف ذا رايت كدني او الليفت كدني. الليفت كدني صعبه ان احنا تظهر اصلا الا اذا كانت متضخمه. احنا بنعمل تسلي عشان لو كان فيها ماس هيدرونفروزيس فيها بوليسيستيك كدني فيها حاجه هتظهر هتبقى سهل هتشعر بيها خالص. امشي التكنيك صح توصل صح. طيب خدوا بالكم معايا بقى انا بعمل ايه. اولا هنا كده يبقى ايدي اليمين هنا ايدي الشمال تحت عشان ايدي بعمل ايه بحط ايدي في الرايت هايبوكوندريا تحت الكوستال مارجن على طول اهي. طب وايدي اللي تحت في الرينال انج وبعملها دفع بعملها سبورت واضح يا ولاد؟ ادي ايدي اهي ممكن تيجي ريان من هنا من ورا كده ولا واضحه؟ بحط ايدي كده في الرينال انج بحسسها زي اخر ضلع الدرع ال 12 تحت اللي هو الحته اللي تحت دي اسمها رينال انج. بعدين المصل بتاعت الظهر هذا الزاويه اللي بتاعتنا تحت اخر ضلع بحسس عليها هو بحط ايدي خلاص. وبعدين ايه اللي قدام بحطها تحت الكوستال مارجن في الرهاب القلب. طيب وبعدين بعمل ايه؟ ببدا بقى ادفع من اللي تحت دفعت باللي تحت ابدا بقى ادفع بالايه؟ باللي فوق احاول يقابلوا بعض. طب ليه بيقابلوا بعض؟ عشان امسك اللور بول بتاع الكدني. ما انا دي الفكره بمشي هتحس الكدني كلها. طب اعمل ايه؟ اثناء امتى؟ اثناء النفس هو بياخد نفس هتنزل لي الكدني اما احاول يبقى نفس الفكره بتاعت البالبيشن. خد نفس اهو واضح يا اولاد؟ ده اسمه ليه الباي مانوال بالبيشن اهو. احاول لو كبيره هتظهر ده مش البلوتمنت. بلوتمنت حاجه ثانيه. خلاص كده عرفت الطريقه ديت يا اولاد؟ طب الناحيه الثانيه الليفت كدني ممكن اعرفها ازاي لو سمحت يا اخي؟ اتفضل ده شويه ثاني اجي في الناحيه الثانيه يا اولاد برضه نفس الكلام الرايت هاند هنا كده قدام والليفت هاند في الرين الانجل ورا كده بحط ايدي كده اهي ادي الرين الانجل بتحسسها اهو وبعدين ادي الكوستال مارجن اهو الليفت بحط ايدي كده بعمل كده اهو خلاص اهو خد نفس انا بعمل ايه؟ بعمل احاول اهو شفتوا بحاول يقابلوا بعض اهو اهو. طيب لو انت مسكت اللور بول بتاع الكدني هتروح مشخص في ثواني جامده يعني هارد ولا فيرست ولا سوفت ولا سيستيك ولا ريجولر فهمتوا؟ في اللمسه دي بس. عرفتوا الطريقه يا ولاد؟ اسمه باي مانوال. بعضكم بيعمل اي كلام يعني يعمل كده يعمل كده. يا اخي افهم يبقى الايد اللي فوق تحت الكوستال مارج لان الكدني فوق الكدني مش تحت كده. وبعدين الايد اللي تحت في الرينال انجل فين الرينال؟ طب معلش عبد الله عندك كده بعد اذنك تعملوا شويه انت المفروض تدوا عبد الله دي جايزه يا شباب. هو يشتغل. بصوا هذا اخر دلع بحسس اخر دلع وده لان الانجل وده العضلات بتاعت الظهر بالحته دي بحط ايدي كده اهي شفتوا بدفع سبورت جامد كده عرفتوا الايد ديت خلاص ازاي؟ تعدل يا عبد الله اهي يبقى انا دافع الكدن لقدام والايد اللي فوق ديت بضغط اقصى ما اقدر. طبعا ملاحظه تندر نسوا الالم بتاع المريض عشان ما ازعجوش. ريح نفسك يا عبد الله اثنين رجليك اثنين ركبك شويه حاجه بسيطه بس خلاص واضح يا اولاد؟ في الكوستال مارجن برضه هنا اهو. يبقى الاثنين جنب بعض اهو. وبعد نفس اهو. احاول انزل. كل اكسبيريشن انزل. واحاول يقابلوا بعض. واضح يا شباب؟ خلاص كده اسمه الباي مان والبلوتمنت. امال ايه البلوتمنت؟ فكره البلوتمنت ان الكدني متعلقه كده. فممكن لو خبطتها تلعب كده شويه. بس نفس الباي مان والبلبيشن بس في حاجه اسمها بوستيرير بلوتمنت وفي انتيرير بلوتمنت. بوستيرير لو خبطتها من ورا. بيدك اللي ورا يعني هي نفس الطريق اهو. انا خليني كده عشان يبقى ايدي اليمين فوق اهو. وبعدين يبقى انا كده خلاص مش حاسسها او لو شعرت بيها عشان اتاكد ان هي الكدني مش حاجه تانية لان الكدني هي اللي ليها خاصيه البلوتمنت.
لو حاجة تانية تحاول مش هتعمل بلوتمنت، اعمل ازاي؟ ادفع دي كده، تروح خبطة في دي لو موجود، او بعدين اعمل تانية كده والتانية كده، ها كده كده. هل حاجة زي الميزان كده خبطت ولا لا؟ اسمه بلوتمنت. واضح يا ولاد؟ سهل خالص. الأهم منه البيمان والبلوش. نستنى ايه تاني يا احمد؟ ريباوند تندرنس، ريباوند تندرنس، استنى وقت قد ايه؟ خلاص؟ طيب الريباوند تندرنس لو المريض بيشتكي من ألم في حتة معينة من بطن، يبقى أنا عرفت علامات وأنا بعمل لايت بالبيشن، حصل في ريجيديتي وحصل في تندرنس، بخليها للآخر وعمل له ريباوند تندر. إيه الريباوند تندرنس؟ أنت بتعمل ديسبليسمنت بروتينيا، تعمل ضغط خفيف، ضغطت بالراحة يعني سلولي كده، وبعدين تروح تشيل يديك فجأة. البروتينيوم بيحتك في بعضه، الفيزرال والبروتينيوم اللي يردونه يعمل ألم. هذه الفكرة كلها، فكرة بسيطة. سجستيف أوف أبندسات أو سجستيف أوف بريتونايت أوف انفلاميشن، بس مش تشخيص، مش تشخيص، حاجة من ضمن الحاجات اللي بتساعد في التشخيص. رايح لبيك عبد الله بعد إذنك. ثانية. هي يا شباب باقي في الرياضة لك فسة في الحتة بتاعتها اللي هو إيه؟ الخط اللي ما بين الامبرايكس والانتيرو سبرولك سباين التلت والتلتين، بحط ايدي كده بس دي بتاعت بعمل ايه؟ نفس برضه انا شفت انا بنزل دايما في الاكسبيريشن، بنزل النت نازل بقى ساكت شويه ساكت شويه. طيب عارفين ديت كمان لازم اكسبيريشن للمريض، عشان اوضح لكم الاكسبيريشن قبل ما اعملها. اقول له بص انا هدخل ايدي كده في البطن شويه ديب شويه وبعدين هرفع ايدي فكه، ممكن تشعر بعض الالم يعني هيبقى متعب. كم ثانيه؟ والله يعني 30 ثانيه 10 يعني مش اشياء. المهم انت تبقى متاكد انت وصلت دي بما فيه الكفايه، ليش وقت معين انت بتعمل نفس عبد الله ثاني. اهو انا بنزل اهو، بنزل 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 ايدي تحت كده خلاص اهو، وبعدين باخد بالي من المريض واروح ارفع ايدي. خلاص يا ولاد التيست انت المهمك دلوقتي التيست التكنيك بتاعتك. الجوانب الانفراد انتوا عارفينها اللي هم الايه؟ السوبرفيشال والديب والفيرتيكال والايه؟ والهورزنت، معروفين. التيست ما تنساش لازم تقول للدكتور الحته دي، احنا قلنا الحته دي في البدايه، قلنا يا دكتور ابدومينال اكزامينشن از نيفر كومبليت لما اشوف الايه؟ الجينيتاليا. ليه؟ قول له في علاقه ممكن يكون في كانسر في التيست، تعمل ايه؟ متاستس في البارامبليك الليمف نود، يبقى عنده الماس اللي عنده ديت وانا مش واخد. ياما يا اولاد كده هدوك على سبيل المثال مثلا كانسر بروستا، عارفين المواد بيشتكي من ايه؟ من العظام، من الظهر، يجي له متاسس في العظام، الم شديد بس تشخيصه كده او الكومبلينت بتاعه كده، جاي يا دكتور عندي الم شديد في الظهر بس. عرفتوا البرايمري كانسر مش واضح، لازم تبقى ذكي. ايه تاني عندنا؟ طبعا لو انت حاسس بماس هنا وتلخبط في اي ماس، هل هي يا رب من الابدومينال وول؟ ممكن تبقى ماس ساركوما مثلا، يعني كانسر في العضلات بتاعت العضلات، في العضلات بتاعت البطن سوري، او في ماس من جوه البطن. افرق ما بينهم ازاي؟ بالتست انا عملت لكم قبل كده اللي هو بتاع الايه الهم، مؤاخذه مثلا افترضنا هنا ماس افتراضيه كده يا عبد الله كان بدون صفات، لو صغرت في الحجم يبقى داخليه، لو حفظت على حجمها او ظهرت اكثر تبقى من الابدومينال وول. سهله. عرفتوا بقى التست بتاع الهم ده؟ ده اختراع مصري، التست اللي لك هم يعني ومقعد كده بدون اي سبورت، بتظهر لك كام حاجه، بتظهر لك الهرنيا دايفركيشن اوف ريكتاي، وبتظهر لك هل الماس ديت انتر ابدومينال ولا من الابدومينال وول اكسترا ابدومينال. خلاص يا شباب؟ احمد اخر حاجه الجرين طبعا خلاص احنا قلنا ديت بتاعت الهرنيا، هتعمل احنا قلنا انسبكشن، هتعمل التستين مع بعض، لما المريض يقف خليه يكح وبعدين تبص على اماكن الهرنيا وبعد في نفس الوقت تعمل لها ايه؟ بالبيكشن هو بيكح. طيب بعد كده الفيمورال ارس، بص يا شباب الفيمورال انتوا تعرفينه فين؟ طبعا هو يعني هو ممكن يتعمل روتين وممكن يتعمل هون انديكيت. هون انديكيت ازاي؟ ما مريض مثلا يشتكي من حاجه اسمها ايه؟ انترميتنت كلوديكيشن، بيجي يمشي يجي له الم في رجلي. احد الاحتمالات يكون عنده ارتيريو سكلروز، بعرفه ازاي؟ مريض في كبير في السن وعنده ضغط وعنده هايبر ليبيديم، يعني حاجات ايه بتيجي مع بعضها. المهم انت عليك التكنيك، التكنيك ازاي؟ انتوا عارفين فاكرين انت من الانتيريو سوبريليك سباين حتى السيمفيس بيوبس ماشي في خط النص بتاعها مظبوط، وبنزل تحت اهو. انتوا خدتوها في سنه اولى دي ماشي كده، هذا الفيمورال ارت بشوف، بحط هنا كمان. واضح يا اولاد؟ بشوفهم الاثنين زي بعض ولا لا؟ بعض الناس برضه يحط لك الراديال ارتري مع الفيمورال ارت اهو، يشوفهم اللي جايين مع بعض ولا واحد متاخر، لانه في اكتيشن اوف اورتا ده يتاخر.
شفت اولاد بكل تبع لهم الاكزامينات سبحان الله وحاجات سهله وانتم عارفينها. طيب بعد كده خلصنا الارض البركشن خلي المره الجايه. يبقى احنا كده النهارده البالبيشن الخاص تاني البالبيشن الانسبكشن قلناه ما فيش في حاجه شويه حاجات مشاهدات كده بس اهم حاجه الوضع بتاع المريض في الوضع الايه اللي قلت لكم بتاع السوباين. ما تنسوش لو انت بتسال قال لك اعمل انسبكشن قول له انسبكشن في الوضع ده ماشي وعايز الانسبكشن از نوت كومبليت لما اشوف اللي وراه كمان. البالبيشن قول له البالبيشن انا اوكي بس از نوت كومبليت لما اشوف الظهر واشوف الهيرني الاورفيس واشوف التستس. خليك ساكت لازم تقول كلام تقنع الدكتور ان انت ولد متميز مش واحد عادي ما صدق الكلمه يقولها وخلاص. واضح الكلام ده الفرق بين الولد والتاني. طيب هل قلنا ادى الانسبكشن عرفناه وبعدين البالبيشن نوعين نوع سوبرفيشال او نوع دي. السوبرفيشال ما فيش فيه حاجه خالص هيئ المريض وهيئ نفسك ايديك والكلام ده كله واقف زي ما انت واقف على اليمين واعمل ايه الحاجات الاربع كوادرات بس سنتي واحد بس كده كده او ايدك كلها كده رولينج موف. الديب بالبيشن في ديب بالبيشن عام نفس الاربع كوادرات بس بعمل ديب شويه عشان اشوف اي ماس اي حاجه في السكه برا اورتك ليمف نود مش اي حاجه ظاهره اورتك انيوريز حاجه بسرعه عامه كده. وبعدين سبيشال بالبيشن سبيشال بالبيشن مركز على الليفر بالطرق بتاعته المختلفه وفاهم الفكره اهم حاجه انت فاهم الفكره. نمره اثنين ديسبلين نمره ثلاثه الكدني بعضكم بياخد كتير جدا ياخدها في الكدني رغم ان انتوا دارسين اناتومي انت بتحط ايديك فين وعارف ايه يعني هات صوره بتاعت الاناتومي بص الكدني في مع الكوستال مارجن كده شوف هي فين بالظبط من ورا فين نازله كتير ولا نازله حاجه صغيره وبتتحرك مع النفس كام سنتي سنتي ولا 2 سنتي بالكتير خالص. بعد كده قلنا يا اولاد بالبيشن الحاجات الاخرى زي الانجوان الليمف نود وزي التستس او زي الايه الفيمورال ارتري. حد عنده اي سؤال في البالبيشن؟ نعم بالنسبه للرينال الرينال ايه؟ افضل اليمين ولا اللي هو ايه؟ الليفت كدني يا اولاد بعض المدارس الطبيه يقول لك ما اسمح لك احنا قلنا ما توقفش على شمال المريض ابدا الا في حاله الليفت كدني. لو انت حاسس ان انت مش متمكن يعني انت حاطط ايدك كده غالبا مش فيها مشكله يعني انا مش شايف فيها مشكله. نفس الكلام هذا اعمل بالوتمنت واعمل اهو كل حاجه تمام. لو انت محسس ان انت مش متمكن بتدور ايه باجي هنا كده اهو على الناحيه الشمال وبعمل باخد راحتي اكتر شويه. واضح يا اولاد؟ بس ده الاكسبشن. خليك عشان ما تلخبطش خليك واقف على يمين المريض عشان ما تلخبطش احسن مش فاهم مشكله. خلاص يا شباب واضح البالبيشن ان شاء الله المره الجايه نتكلم عن ايه على البركشن باذن الله. والسكالتيشن كلمتين اصلا ما فيش في حاجه السكالتيشن نسيت اقول لكم اتفضل هنجيبهم لكم اصلا. عايز اقول لكم على الطريقه الحديثه وعايزكم تقولوها لازم تقولها للدكتور. يقول لك اعمل كذا ولا يا دكتور النظام القديم انسبكشن بالبيشن بالكشن بس له عيوب لازم تقول الكلمتين دول عندك علم لازم تتصيرهم. ايه العيب يا ابني؟ اولا لما بعمل بالبيشن بعمل بالكشن لانتستن بغير في الاصوات بتاعتي. انا اصلا بسمع اصوات الانتس لكن لما اخش عليها غير ما عملتهاش عملت لها انسبكشن بس اخش على طول على الاسكالتيشن دي تديني ايه تشخيص صح. نمره اثنين البركشن ادك من البالبيشن فلازم يسبق البالبيشن عشان وانا بعمل بالبيشن اكون انا عارف انا بعمل فين حدود ايه. يعني الليفر مثلا لما طلعناه هنا يبقى انا عارف ان انا بعمل هنا طلعناه هنا يبقى انا متوقع منه هنا لان الايه البالبيشن از ليس اك. واضح يا جماعه الكلام؟ دي برضه كلمتين كويسين تقدر تظهر نفسك. حد عنده سؤال ثاني يا شباب؟ شكرا. واضح الكلام؟ يعطيك العافيه. خلاص ان شاء الله يبقى مره ثانيه نعمل بالبيشن والسكالتيشن كلمه واحده بس. باذن الله. خلاص نقول النهارده ونسكت؟ نخلص منه؟ لا السماعة بس هات السماعة بس كلمتين بس. الاسكالتيشن نمره واحد بس مع اصوات الاصوات الانتست نمره اثنين اصوات الارترز بس ما فيش حاجه اكثر من كده. الانتست افهموا الكلام انت بتشوف الدكاتره اللي بيعملوا في الافلام ده كله خطا لان الممثلين مش عارفين حاجه. انا بحط السماعه هنا مثلا بالدافران فرقت لك فص بس مكان واحد ياكل لا داعي للتنكر لان البطن صندوق واي صوت فيه وفيه هواء اي صوت فيه هيسمع في البطن كله فلا داعي ان انت تعمل لي كده وكده 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 انت بتعمل اي كلام دي كده وكده لحاجات اخرى مش لاصوات الانتست. اللي انت متوقعه انت هتسمع صوت جرجلان صوت غرغره ها ده هو ده صوت الانتست بيختلف من 5 الى حوالي 35 في الدقيقه. انت ادانك في حاله انت لا 3 دقائق امتى لو ما فيش صوت لان معنى ايه ابسنت الصوت ابسنت يعني يقول لك عنده انسلو بس عنده بريتك الياس لا ما تقولش كده بريتك الياس ما تستنى 3 دقائق ما فيش صوت خالص هو اللي عنده كده في زياده في الصوت يبقى عنده انستال بصراحه. خلصنا من ايه من الانتست ما فيش حاجه اكتر في الانتست عن كده يا اولاد. هنا عند الامرايكس عند الرناتيل اي مكان
لازم نفهم الكلام. وعندي اجابه وارد على الدكتور اقول له اي مكان يا دكتور، ما ده صندوق وبيسمع الصوت هنا، التست شغال انا هسمعه من هنا خلاص. طيب امال ايه بقى الحاجات الارترز؟ والله انا عندي نمره واحد الاورتا، اورتا بسمعه فوق الامبريكس كده ناحيه النفت شويه كده، او فوق الامبريكس على طول. اورتا ايه الاورتا؟ لو عندها اورتا كانيوريز ممكن تعمل لي ايه حاجه اسمها ايه بروي او مرمر حاجه كده، صوت مش طبيعي. عشان اي حاجه نخطئها في الكارديو باسك ما يكون الدم ماشي في حاجه مستقيمه يعملش صوت، لكن في ضيق يبدا ايه من واسع لضيق يعمل ايه صوت، زي المايترال ستينوزس والحاجات دي كلها تعمل صوت. هو ده اللي انا متوقعه، بروي اسمها بروي. طيب اللي بعديها الرينال ارترز امتى تسمعها في كل الناس؟ لا مش اللي عنده هايبر تنشن، متوقع ان يكون عنده رينال ستينوز، رينال ارترز برضه اسمع ايه متوقع يا ابني بروي. تسمعها فين؟ اه والله 1-2 سم شمال الامبلاكس فوقها شويه اهو كده. بعض الناس تسمعها فوق شويه ما فيش مشكله، اصل الصوت يا اولاد ما هيسمع في الحته كلها يعني. اهو هنا واحد كده وهنا واحد، يبقى انا عندي كام مكان الارض؟ واحد للاورتا، واحد للرينال ارتري، واحد للرينال ارتري، كده كفايه. لا ممكن اسمع الفيمورال، احط ايدي على الفيمورال برضه امتى؟ لما اشكك في المريض. هنا وهنا يعني مش واحد شباب اروح اسمع له الفيمورال ما عندوش حاجه مفهوم. ممكن كمان اسمع الانترنال اليك هنا عند الزايده كده، الانترنال اليك هنا الانترنال اليك بس، هذا كل اللي انا بسمعه. ممكن كمان اسمع الرينال ارترز بعض الكتب المظبوطه على الطبعه دي، لما قعد المريض هعمل له انسبكشن واعمل له بالبيشن. على فكره بالبيشن يا اولاد من ورا برضو احنا مش قلناها، بتعمل بيديك كده الاول عشان الكدني رينال انجل كده عشان تشوف في تندرنس ولا لا، وبعدين تتاكد انت تحط ايديك وتعمل ايه حاجه بالارنب برده كده خبطه بسيطه كده، ده عشان تتاكد ان ما فيش تندرنس في الحته دي كده خلاص. بس ده اللي بلبشن من ورا، ما فيش بلبشن تاني، الباقي تبع الصدر مش تبع البطن خلاص. برضه ممكن تسمع هنا اهو بالكون او بالدافرام على الايه على الرينال انجل عشان اشوف الرينال ارترز هنا او هنا. دي كل احتمالات السمع اللي انت هتسمعها. واضح يا اولاد؟ يبقى السمع خلصناه ورا، يبقى استنى بس ايه البركشن. واضح زي ما انتم شايفين. يبقى السماعه دورها في الطب هذا الابدو من اهو، يعني معمول عشان التشيست والابدو، دور هذا الابدو ما فيش حاجه تقريبا، صوت الانتستد والبروي ما حدش بيجيبها الا هو السمع كلها بس. نعم؟ السمع كلها عشان التشيست تقريبا الهارت يعني، بس غير كده ما لهاش كزمس، بس برضه السماعه من ايه؟ من مظاهر الدم. صح. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا.